هذا اللقاء السيد اللواء أحمد يحيى عبد السلام عضو مجلس الشعب، والسيد اللواء محمد سلامة الجهري عضو مجلس الشعب، والشيخ رضا إبراهيم سعد من علماء الأوقاف ونائبا عن وكيل وزارة الأوقاف بالغربية. نستأنف أيها الأحباب، نستكمل فقرة أمسيتنا ونبقى مع ميراث النبوة، نستمع إلى هذه الكلمة من عالمنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي يا رسول الله، يا خير من عرف الإله بفضله، يا بهجة الدنيا ونور خطاها، فبحق تمتمة الحروف وسرها لم يحصها غير الذي أوحاها، وبحق من ألقى الجبال رواسيا والأرض قدر قوتها ودحاها، ومن خلق النجوم وبدرها في قبة علياء أن تضياها، لو أن أرضا مثل أرض سمائنا فوق السماء السبع كنت أنت سماها. تليفوني أنا؟ افتريت علي، تليفوني مكفول. أنا عارف. نرجع تاني، نبدأ من البداية. أولادنا اللي طالعين على السلم مستغنين عنهم، سيدنا الشيخ لما قرأ ووالد وما ولد علمنا أن الولد صنع الوالد، وأن الوالد مؤدب الولد، فإذا رأيت الولد على أدب علمت أنه ورث الأدب من أبيه، فإذا كان قد فقد الأدب فلا أدب فيه ولا في أبيه. الحمد لله، بحمده تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. الأمر أمره، والملك ملكه، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه، والكل عباده، ولا يخرج شيء عن سلطانه. وأصلي وأسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أرسله في نون بشره، والملك خيره، لما رأى ولقي جاء بالحل والتحريم أمته، وفي الطلاق من الدنيا لمنطلقي، وفي التغيير
وغاب تجار به ربحوا إذ المنافق في خسر وفي نفق يا صاحب الجمعة الغراء يا أملي في الصف عند امتحاني أختشي زلقي وأنت في الحشر عوني في مجادلتي عسى تزيل حديد النار من عنقي وعند واقعة إن كان لي رمق فاشفع إلى ربك الرحمن في رمقي. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. وإذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أنه يقرأ وأن الكلام كلام الله. استفتح القارئ الكريم من قول ربنا الكريم: إنما يعمر مساجد الله. فالمساجد ليست لأحد، وإنما المساجد للواحد الأحد. أعطى المكان وخلق الإنسان ووفقه فجعل ملك الله لذكر الله، فلما أذن مولاه رفعت المساجد لتعلي الشعائر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فإذا جاء أهل الذكر والطاعة جلسوا في المساجد للذكر والعبادة، فعمروا المساجد بين راكع وساجد. إذا نودي حي على الصلاة سعت القلوب لتسجد في حضرة الله. فالذي أنعم بالأرض هو الله، والذي خلق العبد هو الله، والذي وهب التوفيق هو الله، والذي وسع بالنعم هو الله، والذي يقبل كل هذا هو الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فليس لكافر بالله في العمارة نصيب، وليس لجاحد نعمة الله في المساجد نصيب، وليس لمتألم على الله في الطاعة نصيب، وليس لمتكبر في كون الله من العز نصيب. وإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. وفقط إذا آمن بالله علم أنه من أمر الله خرج وإلى حكم الله يعود، فآمن باليوم الآخر. يدخل الفضيل بن عياض السوق فيرى شيخا كبيرا قد شاب شعره وانحنى صلبه، فيقول: يا هذا، كم لك من العمر؟ قال: 70. قال: منذ 70 سنة وأنت مسافر إلى الله؟ أوشك أن تصل. فبكى الرجل وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وتفهمها؟ قال: علمني يرحمك الله. قال: من علم أن له ربا وأنه إليه راجع، علم أن عند الرجوع وقوفا وعند الوقوف سؤالا وللسؤال جواب، فماذا أعددت لجواب سؤالك؟ قال: وما أفعل؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وما مضى. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل إيه؟ وأقام الصلاة. لم يقل وصلى،
وإنما قال أقام الصلاة أداها قيمة مستقيمة مقومة كما أراد الله. أقام الصلاة بركوعها وسجودها وذكرها وأدبها وحقها وحدها، فأقامها فاستقام بها فأقامته فقومته فارتفع بها فوصل بها فوصلته فاتصل بالله فصار في حياته في نور من الله. أقام الصلاة، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل ورحم الأرملة والمصاب، فذلك له نور كنور الشمس أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة لأنه استقام على الصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنت الله وأغشي على عمر، قال أحد جلسائه إنكم لن تنبهوه إلا بالصلاة، فنادوا الصلاة يا عمر، فأفاق من غشته وقال الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فبالله عليكم في غير الأمسية أيمتلئ المسجد؟ الله فرض عليكم الصلاة يوم الأمسية وأسقطها عنكم فيما بعد، أم أننا من شغلنا نصلي في كل مكان؟ قد يكون، قد يكون، ومن حسن الظن نحتسب أنه ليس منا من يترك فرضا، ولكن الفرض عند الحل. يقول الولد لشيخه يا سيدي متى أتحرك إلى المسجد؟ أعندما يقول المؤذن حي على الصلاة أم عندما ينادي الله أكبر ساعيا وداعيا لذكر الله؟ قال يا بني إنما جعل الأذان لتنبيه الغافلين، وأنا منذ 50 سنة لم يؤذن إلا وأنا في المسجد. منذ 50 سنة لم يؤذن عليه الأذان إلا وهو في المسجد، فمن كان إلى طاعة الله سريع كان الله إلى تحقيق مراده أسرع. فمن انتظر المؤذن ليقول الله أكبر وذهب إلى المسجد أمهله ربه حتى يقول يا رب ليعطيه ما يريد، فمن كان سابقا للمؤذن كان الله سابقا لكلامه فيحقق الله له ما يريد قبل أن يريد. إن لله عبادا يقضي الله حوائجهم قبل أن ترتفع حواجبهم، قبل أن يرفع نظره إلى السماء يحقق الله له ما يشاء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وإيه؟ زكاة إيه؟ أي زكاة؟ قال له كل ما أعطيت ففاض أوجب أن تخرج زكاته على العباد. إن فاض لك عقل فأد زكاته، إن فاض لك علم فأد زكاته، إن فاض لك رأي فأد زكاته، إن فاضت لك قوة فأد زكاتها، إن فاضت لك حكمة فأد زكاتها، إن فاض لك جاه فأد منه الزكاة، إن أعطيت بين الناس وجاهة فأد زكاة الوجاهة، إن أعطيت بين الناس رجاءة
كل شيء أعطاك رب العباد فكفاك وفاض، وجب أن تخرج زكاته على العباد. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى هو كده العشاء، أسأل الله لي ولكم، مش عايز ندعي لكم لسه ولم يخشى إلا الله بعد الأذان إن شاء الله. هو الشيخ شعار، دكتور شعار كان متفقون على الكلمة تنتهي أذان العشاء، بس أنا مشبعتش لسه بصراحة. وبعدين هو لسه قايل ربنا فاض عليك بالعلم، زكي من العلم، انت تستعجل علينا ليه؟ مش انت لسه قايل اعطاك العلم وفاض، فزكي عن العلم. طيب يبقى بعد الاذان ان شاء الله. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نبدأ من الأول أنت راجل كريم.
فالحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ورد أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع عش طائر بنى الله له قصرا في الجنة. فأنت تبني على قدرك والله يبني على قدره، أنت تبني بما تملك وربك يبني بما يشاء في ملكه، أنت تبني على قدر ما وسعك المال وربك سبحانه وتعالى يبني لك قصور النعيم في الجنان. رجل من الطيبين وسع الله له، فأراد أن يبني لله بيتا، فجاء إلى أرض ملكها له الله، وإلى مال وهبه له الله، وجمع عمالا سخرهم له الله، وعقد معهم اتفاقا بينه وبين الله: لا تدخلوا في هذا المسجد لمخلوق شيئا، أنا وحدي أبنيه لربي. أقسموا على ذلك، وانتهى البناء، وجاء يوم كهذا اليوم، فرح الرجل بكثرة المصلين في المسجد، لأنه علامة القبول من الله أن يعمر المسجد ما دام قد رضي عن من رفعه فيعمره لذكره. اجتمع الناس كهذا الاجتماع وهذه بشارة، نسأل الله أن تكون بشارة القبول لنا جميعا. الرجل فرح، ولما انتهى من يومه ذهب إلى بيته، وهو نائم رأى في نومه كأن القيامة قامت، وإذا بملك ينادي بين الناس: أين فلان؟ قال: ها أنا ذا، ماذا تريد؟ قال: أنا موفد من ربك لأسلمك قصرك. بنيت لله مسجدا يبني الله لك قصرا؟ قال: نعم. فإذا به يدور به في القصر، ومعه مفاتيح الغرف، هذه فيها وهذه فيها وهذه فيها، وهذه لا علاقة لك بها فلست من أهلها، وهذه فيها وهذه. قال: هذه ليست لك. قال: لمن؟ قال: لمن دفع ثمنها، وما شأنك أنت؟ فانتبه الرجل من نومه فزعا، فجمع كل الذين عملوا في المسجد: هل أخذتم من أحد شيئا؟ لا. هل أخذت من أحد شيئا؟ لا. حتى جاء إلى من قاموا بالبناء،
وجاء بكبيرهم. هل أخذت من أحد شيئا؟ قال قلت لا نأخذ من أحد شيئا. هل أقسمت عليك بالله هل أخذت من أحد شيئا؟ قال نعم. قال وماذا أخذ؟ قال هذه العجوز في هذا البيت أخذت حجرا من حائط بيتها وقالت لي بالله عليك ضع لي هذا الحجر في القبلة. قال لقد أمرنا ألا نأخذ من أحد شيئا. قالت لن أخبر أحدا. فذهب الرجل إليها. يا أمة الله هذه اللبنة كم ثمنها؟ قالت لماذا؟ قال أشتريها. قالت لا أبيع. قال أعطيك 10 أضعاف. قالت لا أبيع. قال أعطيها أعطيك وزنها فضة. قالت لا أبيع. قال أعطيك وزنها ذهبا. قالت لا أبيع. ثم نظرت إليه وقالت أعطاك الله قصرا كبيرا فيه كذا وكذا 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 وتستكثر علي غرفة فيه فلا يضيع عند الله شيء ولو كانت خطوة بقدم في سبيل الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة فلكل شيء زكاة. فإذا وسع الله عليك في شيء فأد حق الله فيه حتى تدوم لك من الله البركة فيه. فإنك إذا منعت حق الله ضاعت بركة ما عندك من عطاء الله. بركة المال تضيع إذا منعت حقه، وبركة الصحة تضيع إذا منعت زكاتها، وبركة العقل تضيع إذا منعت زكاته، وبركة العلم تضيع إذا منعت زكاته. ثم يطالبك به رب العالمين حين تقف أمام الله فيقول لك عبدي أين الزكاة؟ ولم يخشى إلا الله. لا يملك أحد شيئا في ملك الله إلا ما ملكه الله، ولا يقضي أحد من العباد في كون الله إلا ما أمر الله. لن يستطيع مخلوق أن ينفعك إلا بما كتب الله لك، ولن يستطيع مخلوق أن يضرك إلا بما قضى الله عليك، ولن يستطيع أحد أن يقدمك إلا إذا كتب ربك لك التقديم، ولن يستطيع أحد أن يؤخرك إلا بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فلا تدبر لنفسك أمرا فأهل التدبير هلكا، فوض الأمر إلينا فنحن أولى بك منك. ثم طار بنا شيخنا، لا أقسم بهذا البلد، بلد ولد فيه حضرة النبي، بلد فيه أول بيت وضع في الأرض، بلد طاف فيه الأنبياء وسجد فيه الأولياء وذكر فيه الأصفياء، ونظر إليه رب الأرض والسماء، فهنا طاف نبي، وهنا سعى نبي، وهنا وقف نبي، وهنا تنزل القرآن على حضرة النبي. وأنت حل بهذا البلد، إذن فالمكان والمكين مكان شريف ومقيم شريف صلى الله عليه وسلم، ووالد وما ولد، كل والد وكل ولد، كل والد من الله نعمة، وكل ولد من الله منحة، وكل والد
يحاسب عن ولد، وكل مولود يحاسب عن بر. وخير عطاء الآباء للأبناء أدب، وخير عطاء الأبناء للآباء دعاء. ووالد وما ولد. وختام الكلام، لقد خلقنا الإنسان فيه، ليست الراحة هنا، فلا تنتظر هنا راحة. الراحة ليست هنا فلست في الجنة. الراحة عند أول قدم لك في الجنة. أما هنا فإنما خلقت لتصيب ويصاب منك، تختبر في حبيب فتفقده ويوشك أن يأتي عليك يوم وترى كل أحبابك قد ماتوا، إن كنت أطولهم عمرا. ويوشك أن يأتي عليك يوم إذا طال بك عمرا تأمر يدك فلا تطيعك، وتأمر رجلك فلا تطيعك، وتتسمع بأذنك فلا تسمع، وترقب ببصرك فلا تنظر، وتريد أن تقوم ولا تقدر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تريد وربك يفعل ما يريد. كنا في رحاب نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها، وجاءنا شيخ كبير من الصعيد، فجلس فأعجبنا حسن كلامه، وقال: كنت موجها للغة العربية، وكنت أبرع زملائي، وكنت أستيقظ في وقت كذا، وكنت أفعل كذا وكذا. فلما أراد أن يقوم ثقل به بدنه فعجز أن يقوم، فقمنا فأسندناه، فلما استوى قائما إذا به يقهقه كالمجنون، يضحك وصوت عالٍ. فتعجبنا، فقال: شر الأشياء في الحياة أن تطول بك الحياة حتى تصير كنتيا وعجانا. كنتي وعجان لا بد لها من بيان. قال: أما كنتي أن تصير كل أمجادك في الحياة كنت. وماذا أنت الآن؟ كنت. والآن لا شيء. وعجانا تريد أن تقوم فلا تستطيع، فتبدل بين يديك حتى تستطيع، كما تعجن المرأة عجينها. فنسأل الله أن يديم لنا بركة الحياة ما دام هناك خير في الحياة، وأن يرزقنا لقاءه إذا كان الخير في لقاء الله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والسداد والغنى في ديننا ودنيانا وآخرتنا. جزاكم الله خيرا على عظيم الأدب وجميل الإصغاء، وعلى هذا الجهد الذي أسأل الله أن يكون عند الله مذكورا ولنا ولكم مشكورا، وأن يديم لنا ولكم في بيوته لاجتماع حتى يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا منعت فأنت ربي خالقي، حاشا يداي لغير جودك ترفع، ما لي سوى ذلي إليك وسيلة
والقلب يبكي والمدامع تدمع. أنت المراد وليس غيرك بغيتي، يا خير مسؤول له أتضرع.